تسمع في واحد من الناس على موزايكا فام سي رشيد خجانة ضيفي. علاش كواحد من الناس اخترت تحكي على حسيب بن عمار في هذا الكتاب؟ حسيب بن عمار وحلم المشروع الإصلاحي. لأني أعرف قيمة هذا الرجل والدور الذي قام به لفائدة تونس في عدة مراحل من حياته، ولكن للأسف معظم التونسيين الذين أسألهم عنه يعني لا يعرفونه، ويعرفونه بطريقة أخرى. عرفوه وقت يوسف الشاهد قال أنا خالي حسيب بن عمار في الوقت هذاك، جزء منهم عرفوه. هو خال والدته. أي خال والدته. مش خاله هو. أي هو وقت قالها رئيس الحكومة في الوقت هذاك. ما شنو خصوصية الشخصية من مجموعة الوزراء اللي حكموا في عهد بورقيبة؟ كان وزير الدفاع هو في وقت ما. في الحقيقة المواقع اللي تولاها حسيب بن عمار بالنسبة لنحن كتوانسة كانت مهمة جدا. هو كان شيخ المدينة ورئيس بلدية تونس، وفي الوجود في هالمكان هذايا مكنوا من أنه يمنع العاصمة التونسية والبلاد العربي كما نسميه احنا توا من أن تشقها المجنزرات والرافعات وتصبح هناك طريق مفتوحة من القصبة رئاسة الحكومة إلى تونس البحرية توا. هذا كان البرنامج، ولم يستطع أي أحد أن يقنع بورقيبة بالتخلي عن هذا المشروع. كانت الفكرة أنه بيكون ثم كيس معناها يشق طريق مفتوح على طريقة الشانزليزي من ربوة القصبة يعني مقر رئيس الحكومة اللي وقتها بورقيبة هو رئيس حكومة، وإلى حلق الواد نجم تقول. ممكن تقول لي الشانزليزي، نقول لك مشروع ناجح. علاش عارضه حسيب بن عمار؟ لأنك باش تقضي على مدينة مصنفة تاريخيا كمدينة تاريخية ومدينة أثرية، يعني اللي نكسبوه احنا من زاد ومن ثروة هندسية مش نخسروه. باش تهد المدينة العربية كلها، يهدها ويعمل الشارع مباشرة. في بالي باش تحافظ على جزء من هذه المدينة. لا لا لا. فالوحيد اللي يقدر باش يوقف العملية هذه هو حسيب. هبط بنفسه، وقف البلدوزير، وقف الشيء اللي كان يصير كل. من وقتها انتهى الموضوع هذا. هو كان شيخ مدينة تونس، هو كان رئيس بلدية شيخ مدينة تونس. كيفاش نقنع بورقيبة منه يرجع المشروع كما هي؟ لا، هو بدون ما يرجع لبورقيبة، هو مشى بنفسه اعطاهم تعليمات بصفته هو رئيس بلدية، وطبعا هم نفذوها. بورقيبة ما استأنفش الموضوع، سكت عليه. مش اول مرة يتمرد على بورقيبة، تنشوفه بعد في مسارات حياته وقف قدام بورقيبة في اكثر من محطة. ربما الوحيد اللي استقال من هو ثاني وزير يستقيل بعد الأستاذ أحمد المستيري، المرحوم أحمد المستيري اللي كان أيضا وزير دفاع، واستقال في 68 بسبب قرار تعميم التعاضد. حسيب كان عنده تقريبا نفس التحليل السياسي والموقف السياسي، كان ضد تجربة التعاضد ومع الليبرالية والديمقراطية. لما زاد الجانب الشخصي لأنك عرفته السيد هذاك، علاش خممت أنك تنجز هذا الكتاب عليه؟ طبعا لأني أنا عرفته عن قرب، وأنا أعتقد أنه الدور اللي قام به يبقى محفوظ في تاريخ تونس، لأنه هو اللي أسس أول جريدة مستقلة كما تفضلت بالإشارة، اللي هي جريدة الراي عام في ديسمبر 77 صدر منها العدد الأول. قبلها هي ما كانش عندنا إمكانية لوجود صحافة مستقلة في تونس ولا معارضة. أترى أحكيه، هل بالحق إن ثم صحافة مستقلة في عهد بورقيبة؟ خاطر هو حسيب بن عمار في حد ذاته ثم عنده ما يقول في فكرة الصحافة المستقلة، ما معناها؟ أنت عرفت وقت اللي خرجت من الحبس الوقت هذا، كنت برج الرومي سيرشي. صحيح. وقت اللي خرجت كنا نقرأه في سجن الرأي، جينا مهربة عن طريق العائلات والحراس وكذا. فعجبتني أنا لما خرجت، مشيت مباشرة قلت له ماذا بيا نخدم معكم. فهو كان مرحب، ومن وقتها يعني أعتبر نفسي محظوظ جدا أني خدمت مع الرجل ذاك. أول ما قال وقتها خدمته على مظاهرات الماء في القروان، في ريف القيروان حفوزة. شوف الدنيا كيفاش تتعاود من وقتاش هذا، في آخر السبعينات. هذا 80. أي آخر السبعينات، بداية الثمانينات. بعد ما خرجت من السجن. وقتها احتجاج أو مقال عن احتجاج الماء نشر في جريدة الرأي. فعلا. نشر وما صار حتى شيء. أما الوالي جمع النسخ كل الموجودة في العدد الموالي من جريدة الرأي، كتبنا اللي والي القيروان هو شو عمل، وأيضا توزعت. فحبيت نقول أنه ثم هامش دائما تنجم تلعب فيه شوية في توسيع نطاق الحريات. وأعتقد أنه هذه هي الفلسفة اللي قادت حسيب بن عمار، أنه يقول لك أنا نحاول باش نحصل جريدة مستقلة، لأنه أيسنا من الإصلاح داخل الحزب الدستوري، لأنهم مجموعة من القيادات طردوا من الحزب بعد ما دخلوا في مواجهة
مع الشق المتشدد اللي أيده بورقيبة في مؤتمر 71. المؤتمر الموالي 74 هو مؤتمر الحزب الحاكم، طرد فيها الليبراليون أو المعتدلون اللي كانوا يناديوا بشوية حريات وشوية ديمقراطية في البلاد إلى آخره. قبل ما نحكيه على ظروف التأسيس متاع جريدة الرأي اللي انت تعتبرها أول، مش انت بركة برشا يعتبروها أول جريدة مستقلة في تونس، خلينا نشوف المسار متاع السيد منها، لأنه ما أسس الجريدة لما تعدى بمسارات متعددة. انت قلت اللي هو كان شيخ مدينة تونس وكان والي زاد كيف كيف في الوقت ذاك، وهو اللي يقف ضد مشروع مدير الحزب الاشتراكي الدستوري، ومدير الحزب الاشتراكي الدستوري هو اللي يقف ضد مشروع كان باش يصير في تونس يقضي على المدينة العربية بكلها. صحيح. يعني ما نصلوا إلى ظروف تأسيس الجريدة إلا ما نتعدوا بالمراحل اللي تعدى بها. عنوان الحلقة سيرشيد بأنه هو الوزير اللي تمرد على بورقيبة. فعلا هو قدم استقالته من وزارة الدفاع. الاستقالة موجودة حرفيا في الكتاب كتبها بالعربية، لأنه عادة في الفترة ذيك يكتبوا بالفرنسوية. وقال البورقيبة بصريح العبارة: كنا نشتغل معا في إطار فهم مشترك، الآن فقت اللي ما عادش عندنا نفس التصور ونفس الفهم، ولذلك أطلب منكم إقالتي من هذه المهمة ومن هذه المأمورية. وهو من النادر أن نشوف وزير يستقيل ويسلم في المكاسب ويسلم عهد. وهي طبعا هذا دليل على أنه رجل مقتنع بما يقوله بالقيم اللي هو يحملها. وأيضا يعني شنو اللي حابين نقوله آخر بالنسبة لي، هو أنه حاول من خلال جريدة الرأي، علاش نسميوها أو جريدة مستقلة، أنه كل الأطياف وكل العائلات السياسية بدون استثناء نسطر عليها كانت تصدر أخبارها وبياناتها في الرأي. برشا أقلام كتبوا فيها، هشام جعيط الله يرحمه كتب فيها طبعا، أحمد المستيري، الحبيب العريس، الباجي قايد السبسي، منصف المرزوقي، كل هذه الأسماء. طب بعد نعرف علاش كل هذه الأسماء موجودة في الجريدة بركة، لأنه هو كان لا يقصي أحدا. هو جميع العائلات السياسية كان يحترمها ويجلسها ويحورها. قلت لي الحوار متاع المعارضين في ذلك الوقت ما كانش حاجة باهية، يعني كانوا دائما يضايقوهم لأنهم يتصلوا بالمعارضة ويحاولوا يخلقوا ما يسمى بالمؤامرة في ذلك الوقت. يعني قبل ما نوصل للتأسيس، الخلاف اللي خلى حسين بن عمار يقدم استقالته، كذا ما خلاف مع النويرة في الوقت ذاك مع نويرة طبعا. 26 جانفي شكل وفد ثلاثي فيه الباجي قايد السبسي وأحمد المستيري وسعاسي بن عمار، واتصلوا بالطرفين بالهادي نويرة في ذلك الوقت وبالحبيب عاشور، ولم يتوصلوا إلى إيجاد حل معهم للأسف، لأنه الحكومة في ذلك الوقت كانت مصرة على ضرب الاتحاد. فهو حاول يعمل أقصى ما ينجم، وفي كل الحالات الجريدة لأنها مستقلة هي اللي فتحت صفحاتها للقيادة النقابية في ذلك الوقت وللنقابيين، وبالإضافة للعائلات السياسية الأخرى من إسلاميين ومن أحمد بن صالح حركة وحدة شعبية، من بيرسبكتيف. يعني كنت في تشوف الطاولة اللي فيها هيئة التحرير تلقاها فيها كل الألوان والأطياف السياسية. وأنا بكثير منهم في تيارات سياسية أخرى تعرفت عليهم من خلال اجتماعاتنا في الرأي، يعني كانت هي كارفور، كانت مفترق تجمع رجال السياسة. فقبل ما يأسس الرأي استقال من وزارة الدفاع في الوقت ذاك، واعتبر أنه ما عاش عنده ما يقدم في وزارة الدفاع. لا يمكن الإصلاح من داخل الحزب، هذا اللي اقتنع به بعد مؤتمر المستير. بعد مؤتمر المستير الثاني تاع 74 اللي تم فيه طرد المجموعة الناقدة، خلينا نقول. فوقتها كيفاش قلنا؟ وقتها قلنا أنه بعد مؤتمر المستير قدم استقالته من وزارة الدفاع، وحتى الحبيب العريس وقت قدم استقالته من وزارة الثقافة، يظهر لي وزارة الثقافة والأخبار وقت في الوقت ذلك والأخبار. يعني الناس تتسائل شخصية كما حسيب كان ممكن باش يعيش يرغد العيش ويبعد على المشاكل هذه كل شو اللي خلاه يدخل في مواجهة مع السلطة وصلت إلى درجة يعني تقريبا الاحتكاك عام 77 عند تكوين المجلس الوطني للحريات اللي كونه حسيب. وهنا نشوفه مرة أخرى ثراء الشخصية، يعني مش فقط صحافي ومشرف على جريدة معارضة، أيضا هو كان في نفس الوقت عنده أوجه أخرى في شخصيته. هو المجموعة كانوا استقالوا من مناصبهم
لأنه شافوا أنه وقتها في الوقت ذاك الحزب الحاكم ماشي نحو أنه يحكم وحده. إيه فعلا. حتى أحزاب معارضة معه. فعلا في الأجواء كما هذه حسيب ميزته أنه يجيب فكرة جديدة. هذا اللي يقولوا عليه رفقائه. جاب فكرة رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ولعب دور محوري في تجميع حوالي 25 شخصية لتكوين الهيئة الأولى. وكانوا مصرين أنه من يكون رئيس الرابطة هو حسيب بن عمار. لكن هو كان حذر وقال لهم لا سبيل إلى هذا. ووقتها اختاروا الدكتور الزمرلي رئيس للرابطة. الشيء الثاني اللي عمله هو المجلس الوطني للحريات. المجلس الوطني للحريات دعا له في تونس العاصمة وحضر له بيان واستدعى شخصيات باش يتحدثوا على ضرورة الديمقراطية. القوة متاع حسيب أنه مشى الولايات المتحدة وجاب شخصيات معروفة ومحبوبة لحضور ندوة تعلن عن تأسيس المجلس الوطني للحريات. اللي يسمع فينا توا سيرجد يقول لك معناها كيفاش بورقيبة يسمح بصحافة مستقلة معارضة سمحني في الوقت هذاك يعني ومن شكون من وزير دفاع سابق كان لا في هو في الحقيقة ثم نيونس يعني في ويرق أو ظاهرة لازم نتكلم عليها هي أنه قبل الرأي جريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل تحولت إلى جريدة ناقدة بشدة في جميع صفحاتها واستمرت المسألة هذه فترة لا بأس بها. وقت اللي اشتد الضغط متاع مجموعة الديمقراطيين الاشتراكيين على الحكم في ذلك الوقت وقالوا اعطينا خويا جريدة ما تعطيناش حزب اعطينا جريدة على الأقل خذها حسيب في ذلك الوقت هربت علي الفكرة في الوقت اللي قلنا وقت تأسيس جريدة الرأي معناها كيفاش بورقيبة سمح بتأسيس جريدة الرأي وقت سي الهادي الويرة يقول هاو اعطينا رخصة متاع جريدة للبعض البعض كلمة كان يستعملها بالنسبة للمعارضين نتاعو هاو اعطينا جريدة بالنسبة للبعض إيش بيش يقولوا جديد أكثر من اللي قاعد يتقال يعني بعبارة أخرى السقف طلعته جريدة الشعب إلى درجة أنه تحت السقف ذاك مقبول وطبعا ثم موضوع حقوق الإنسان وكارتر وقتها وثم أجواء عالمية وإقليمية في موضوع تعددية فربما السلطات اعتبرت وقتها أنه أخف ضررين أنه نعطيه رخصة جريدة لمجموعة معتدلة خير من اللي تتقوى التيارات المتشددة والمتطرفة هذا تأويل هذا تأويل مش معلومة مش المعلومة أما ما هي جريدة حرة بالمعنى أنها حرة تكتب اللي تحب سير شيء جريدة الرأي تكتب اللي تحب في إطار القانون يعني مش تعمل ثلب ولا تعمل لا مش الثلب هو كعملها كعمل صحفي تلقى صفحة اقتصادية فيها عبد اللطيف هرماسي حلل فيها وهو يسير يحلل فيها الميزانية متاع الدولة ويحلل فيها اختيارات اقتصادية تلقى من هكا طاهر الهمامي وبن عمر في الثقافة والأدب تلقى حميد النيفر في الإسلاميات تلقى العبد لله في تحقيقات أو حوارات وآخره فهذا كل شكله عائلة متكاملة ما على كل حال حتى السلطة عندها مصلحة أن تراهم متجمعين في مكان واحد خير من يكونوا مفرقين يتلمهم من بعضهم أما على حكاية حرية الصحافة وأنها الصحافة أو الصحيفة المستقلة هو بيدو حسيب بن عمار يقول لك مش صحيح أو ليس بصحيح القول أنه هناك صحافة حرة تكتب ما تحب تكتب ما تريد بل هي صحافة مستقلة عن النظام لكنها غير حر صحيح قالها فعلا أي فعلا معناها ما هيش الصحيفة اللي تكتب اللي تحب هي مستقلة عن النظام صحيح مش هو اللي يعطي فيها ما هيش لسان الحزب والنظام لكنها مقيدة كيفاش كنتوا تخدموا ضمن القيود هذية والله احنا الحقيقة ما ثماش قيود بمعنى انه التدخل في عمل الصحفي كان ثم رئيس تحرير احمد كرفاعي الله يرحمه وقبله هو رئيس تحرير اخرين ياخذوا المواضيع يقرؤوهم فما بعض منهم يتشاوروا فيهم مع حسيب والأكثرية يتعداوا مباشرة بدون أي مشكل لأن النبرة هي نبرة متقاربة ما بيناتنا رغم الاتجاهات مختلفة كلنا نتكلم على دولة المؤسسات على الديمقراطية على الحرية حرية الإبداع حرية الأدب حرية المعتقد يعني ثم تنوع في المادة بطريقة ما فيهاش غصب يعني كيف سمح لجريدة الرأي مثلا أنها غطت محاكمة عاشور طبعا كان الحدث الوطني هو محاكمة الحبيب عاشور وكانوا مضطرين كيفاش سمح لجريدة الرأي تحكي على تفاصيل المحاكمة في الوقت ذاك ما اعتقدش انه كان عندهم امكانية باش يوقفوا الجريدة وقفوها بعد في عدة مرات وقدموا بها قضايا ومثل حسيب بن عمار امام المحكمة اكثر من مرة بسبب شكاوى معناها رفعت ضده لكن في كل الاحوال يعني
ما نشعروش لما نكتبوا أنه ثم توجه معين لازم تمشي فيه. بالدليل أنا عملت تحقيق على التعذيب صفحتين ما ذكرته في الكتاب، فهمت حاسيب يبدو معناه ما كانش عنده ضغط من خارج الجريدة، وأنا ما كانش عندي ضغط من عنده. هو الشيء الوحيد اللي اشترته عليا أنه تكون الشهادات مكتوبة وأنه يزم نحتفظ بها عندي في صورة ما إذا. ولم تزعج النظام؟ ولما قراه كاملا أنا كنا نحط أسماء متاع المعنيين بالموضوع، الحروف الأولى باسم مستعار وقت قدمته، إيه باسم مستعار ونحط الحروف الأولى من أسماء الجلادين فما صدقا ما قال وقت من هم المساجين السياسيون في تونس؟ إيه فعلا. كيف سمح النظام بمثل هذه المقالات في جريدة الرأي؟ السقف هذا كان مسموح به، السقف هذا كان مسموح به إذا أنت تمارسه، إذا كان أنت ما تستعملش حقك. وإحنا هذا كاش كانت معركة نكتبه كان منعونا في العدد هذا، كان نرجع في العدد الموالي بصيغ أخرى لنفس الموضوع كان ما منعوناش طومي، أما كانت حرب كاملة لأن هم معولين على محاصرة الجريدة باش ينقصوا من الأوديونس متاعها، انه هي تتحط في الاكشاك تتخبى تحت جرايد اخرين تحت لابريس وتحت كذا، شمي راهوش العباد البايع يخلي لك جريدتك مخبيه اذا كانت توصيه ولا ما تلقاهاش، يجيو يجمعوها من المطبعه، يعني عاملوا فينا شر شعف. ولكن مع ذلك اذا تواصل النسبه اللي تبقى من جرائد لبس عليها هذيك توزع وتخلق نخبه حولها. الغريب سيرجي دخشين انه جريده الراي هذه جريده المستقله في عهد بورقيبه بما كتبته من مقالات وتحقيقات اللي فيها يعني نقد للسلطه، رغم نقد شديد ونقد جديد للسلطه تنشوفوا شفنا الامثله، لكن رغم هذا ما كانش ثم قطيعه بين بورقيبه وحاسيب بن عمار اللي هو صاحب هذه الجريده. باش نرجعوا لها بعد الفاصل. رجع لكم في واحد من الناس نحكيوا على حاسيب بن عمار. شي دخشنا وقفنا انه تاسيس جريده الراي كجريده مستقله ياسسها حاسيب بن عمار الوزير السابق وزير الدفاع اللي استقال في عهد بورقيبه. فيه برشا تساؤلات، كيفاش يسمح النظام بانه جريده كما جريده الراي فيها كل الاطياف وتنقد بشده النظام انها تكون موجوده؟ هل لانه زاد هو وزير دفاع ومقطعش شعرة معاوية مع بورقيبة هو اللي خلى انه الجريدة دي تقعد موجودة وتكتب بهذه الحرية النسبية خلينا نقوله؟ بالفعل يعني لم تنقطع العلاقة والصلة بين بورقيبة وحاسيب بن عمار في أي مرحلة من المراحل، بالعكس كان يدعوه بين وقت وآخر ويسمع منه ويتحاور يتحدث وياه. فلذلك يعني هو يعتقد ربما بورقيبة أنه اللي تكتب في الجريدة قاعدين يقولوا النخب التونسية أكثر منه، فلذلك يعني مثلا مش خسائر بالمزدوجين بالمعنى السياسي أو شوية انفتاح في الفترة ذيك. إيه هي بداية انفتاح، لأنه عندك رابط حقوق الإنسان في شهر ماي 77، الرأي ديسمبر 77، مجلس الوطني للحريات تقبلهم بشوية، يعني ثم جو غليان في البلاد، والغليان هذا يعطى نتائج ملموسة على مستوى هياكل ومؤسسات اللي كنت تسمي فيها توا، كلها جات بدفع من كوكبة من المثقفين من بينهم حسيب هو ربما كان الموتور متاع العملية، لأنه معروف عليه ديما يأخذ المبادرات ويطرح الأفكار. كانوا مجتمعين في مكتب المحاماة متاع الماطري ابن محمود الماطري وحوالي 25 شخصية، واختاروا حسيب رئيسا للرابطة كما قلت قبيلة، ولكن هو طبعا رفض. وهذا السبب متاع هذا الجو أو النفس شوية من الحريات في الوقت ذاك في عهد بورقيبة؟ لماذا سمح به بورقيبة؟ سمح به بورقيبة لأنه ربما طريق الصدام مع أهم قوة سياسية واجتماعية في البلاد اتحاد الشغل ما عطتش النتائج المرجوة منها، والدليل على ذلك أنه أطلق سراح المرحوم الحبيب عاشور بعد ذلك بقليل ثم بقية النقابيين. فالجو كان مكهرب وكان ممكن باش تمتص جزء من هذا الغضب من خلال أنك تسكت النخب، على الأقل النخب كانوا ينتقدوا بصوت عالي في الاجتماعات النقابية والجمعياتية وغيرها. فلذلك أنا نتصور أنه إعطاء ترخيص للرأي مسألة كانت نتيجة عدة عوامل تضافرت مع بعضها البعض بما فيها العامل الدولي والإقليمي. يعني فهم بورقيبة أنك تسكر على الناس وما تخليهمش يحكيوا على راحتهم وأنك ما تخليش المجال للنخب أنها تنقد حتى النظام، أنه ما عنده يوصل حتى النتيجة، يركنوا إلى التطرف في ذلك الوقت ما يوصل حتى النتيجة.
اي وانا اتصور انه المرات اللي قابل فيهم حسيب بورقيبه كان دائما يسعى الى توجيه الامور في اتجاه ايجابي وبناء. بورقيبه شيء مشكلته وقتها في المؤتمر مع المعارضين نتاعو قالوا له انت انتخبوا اللجنه المركزيه واللجنه المركزيه تنتخب المكتب السياسي. هو قال لهم لا، المكتب السياسي هذاك يخدم معايا انا نختاره. فصار قطيعة وصارت كسور، يعني صارت قطيعة من ذلك الوقت. لكن ناس كما باجي قايد السبسي وكما حسين بن عمار قاوا على صلة مع بورقيبة يلتقيوا معه ويسمحوا. لكن هذا لم يمنع أنه الجريدة أثر عليها مضايقات، معناها كما كثيرة كما تصير حتى معناها تقريبا حتى أسبوعيا عندك نوع جديد من المضايقات. رجال ما كانش عندكم مرسوم 54، ما كان عندكم مثلا تهم من نوع نشر أخبار زيفة، كانت بسيطة بالنسبة ل 54 بالنسبة للمرسوم 54. بسيط بالنسبة اللي كنت تعرضوا له. كنا نتعرضوا له ما له حتى شيء يتسمى قدام الشيء اللي نشوفه فيه اليوم. يعني مثلا في 82 كان ثم تهمة نشر أخبار زيفة وتعديته للتحقيق وثلب حتى الهيئة الرسمية. صحيح. شيء كواليس هالقضايا. يعني هذا كدليل على أنه العملية كانت تتم بكل مصداقية. ما كناش نلعبوا في دور مع بعضنا. إذا كان حاجة عندهم هم يعتبروها تجاوزت الحد الأقصى أو تجاوزت السقف المحدد، وإحنا ما نعرفوش السقف هذا شنو هو، أما نتكهنوا به كل مرة كي يوقفوا جريدة أو يوخروها في التوزيع أو كذا نفهموا ويمشوا وصلوا. عندنا مؤشرات فقط نعتمد عليها. كان يسمح بنشر كل المقالات مهما اختلف؟ ما هو أنا رئيس تحرير، هو يراجع المقالات، هذه باهية هذه مش باهية هذه نقص منها شوية. وعلى كل حال أحسن دليل على أنه الرأي كانت جريدة مستقلة هو تاريخ وفاتها، تنجيوها 7 نوفمبر. أيوة. مع صحفية هي اللي أو مقال لصحفية يوم زياد. يوم زياد تنرجعوا علاش نزيه رجيب. نزيه رجيب علاش وقف جريدة الرأي بسبب المقال هذا. ياما كيفاش شبعت جريدة الرأي كل الناس هذوما الإسلاميين اليساريين في برطمان زوز بيوت فيه في برطمان زوز بيوت. أما كيفاش تلموا كل الناس هذوما وكتبوا من بعضهم؟ لأنه لما شفنا نافذة فتحت أنا جرينا جميعا، كل حد يحب يوصل رسالته من خلال جريدة مقروءة ومسموعة ومعروفة. الرأي كانت توزع حوالي في المتوسط 60,000 نسخة. 60,000 نسخة تضربهم في 4، كل جريدة يقرأوها تقريبا 4 من الناس في المعدل. تشوف قداش عدد التوانسة اللي كانوا يتابعوا في الأحداث والأخبار والتحاليل من خلال جريدة الرأي، واللي هي أصبحت مدرسة لأنه بعدها هي ظهرت صحف أخرى تقلد في تجربة الرأي. وإذا يرجع لحسين بن عمار مدير المؤسسة طبعاً مدير الجريدة اللي كان يسمع الناس الكل ويلم الناس الكل يسمح لهم بالتعبير. معناها تلقى قلنا هشام جعية، تلقى أحمد المستيري، بيجي قايد السبسي، منصف المرزوقي، تلقى زادة كيف كيف الحركات أو العائلات الفكرية الإسلامية، حميد النيفر، صلاح الدين الجورشي، هذه من المجموعات الكل كانت تكتب في جريدة الرأي فعلا في الوقت ذاك. فعلا يعني نحكيه على هذا ضد النظام مش ضد النظام، يستفيد النظام. أنا قلت فضل وأخزر وعنا تعددية ونسمحوا بالناس كل باش تعبر. وهذيك كانت في إطار الأخذ والرد مع حلفاء تونس على الصعيد الإقليمي والدولي لإبراز أنه شبيه تحبوا علاش تأخذونا على الديمقراطية تفضلوا هاي هنا عنا جريدة عنا كل شيء. ما كانش واحد جريدة الرأي في الوقت ذاك، كان لفار لكن للأسف ما دامتش برشا. علاش التجربة ذيك معناها وئدت أو ما أخذتش حظها؟ والله أنا يبدو لي لأنه في الفترة ذيك كان المعربين يعني لزرابيزون عددهم أكبر بكثير من الفرنكوفون. والشيء الثاني المصاعب المادية لكل جريدة تخليها أي جريدة كانت تخليها تتعثر وربما تسقط في وقت ما. يبدو لي هذا اللي صار لأنه كانت في أقلام جيدة مواضيع مهمة جدا، ولكن تشوف المبيعات مثلا تلقاها مش حاجة كبيرة لأنه عدد الناس اللي يقراوا بالفرنسوية في تقلص في ذلك الوقت. ولكن الحرية ذي اللي تعطت لكم في جريدة الرأي ما دامتش برشا، جي ام زالي بدأت الأمور فعلا تكبس هكذا الحرية اللي كنتم متمتعين بها بتضيق. الجريدة وقفت يظهر لي في أول فترة حكم مزالي هكا ولا؟ إيه. علاش؟ شنو المقالة والأسباب اللي خلتها تقف الجريدة في وقت معين؟ مش وحدها الطريق الجديد معها وقفت زادة وغيره من ثلاثة جرائد فرد وقت وقفوا كل واحدة لسبب، لكن ثلاثة في نفس الوقت لوفار ورياليتي أظنه للمغرب
والرأي والرأي. شو اللي خلى مزالي يمشي إلى التضييق ولكن بإعاز من بورقيبة في الوقت ذاك؟ مزالي بعد أحداث الخبز خاصة يعني أصبح تناوله للأشياء تناول أمني وتناول تآمري، يعني كلهم متأمرين عليه، وعلى رأسهم ديزقيقة وزير الداخلية وقتها اللي هو منافس بتاعه. فلذلك يعني الأمور تعكرت جدا، وأصبحنا في كل أسبوع عندنا مشكلة مع الرقابة، كنت ما تتقراش هي جريدة إلا بعد ما نطبعوها، يحاولوا فينا بكل الطرق باش ياخذوا عدد مبكر ما نعطيهمش، يستناو حتى لين توزع أو تمشي المطبعة ياخذوا من المطبعة نسخة. هذا يعني وضع ما قدروش يسيطروا عليه. وقتاش رجعت جريدة الرأي أنها ما تظهر بعد الحجب اللي صار في عهد مزالي؟ رجعت في المفروض كانت ترجع في 88 لأنه من 7 نوفمبر مش لون دمان باش تبدأ تصدر جريدة وهي كانت واقفة والفريق متاعها توزع بين القبائل. فلذلك أنا كي جاء سي محمد مزالي يعني كان كل شيء غضبه من اللي في جريدة معارضة، يحب الناس كل تقول يعطيك الصحة وبركة النظام يعطيك الصحة. دونك كي جاء معناها بعد الانقلاب نتاع بن علي وقتها بديت رجعت اي لان هي كانت متوقفه كانت متوقفه مع صحف اخرى. الموقف زاد ظهرت في نفس الفتره 84 ماي 84 وهي ايضا توقفوها من اجل الحوار مع سعدون الزمرلي مثلا. لكن هل في فتره بن علي جريده الراي واصلت في كونها الجريده المستقله واللي تنقد النظام وتتكلم كما تحب هي؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد الفاصل. خذوا معنا في الاستماع لواحد من الناس، نحكي على حسين بن عمار وضيفي هو رشيد خشنه. واحد من الناس واصلين في واحد من الناس على موزايك اف ام، ضيفي رشيد خشنه، نحكي على حسين بن عمار. حكينا عليه كوزير دفاع شويه واللي هو تحدى بورقيبه وقدم استقالته من هذا المنصب، واللي هو زاد ايضا كان شيخ مدينه تونس وتحدى بورقيبه في مره اخرى وفي مره اولى وقت اللي رفض المشروع اللي انت سميته كان باش يكون كيما شانزليزيه، يقص تونس في اثنين، قص المدينه العربيه، يحرمنا من المدينه العربيه. ما صارش، وقف حسين بن عمار وحكينا على تاسيسه لجريده الراي اللي تعتبرها انت سجيد خشنه هي اول صحيفه مستقله في الوقت ذاك، وكتبت مقالات ضد النظام ونقدت النظام. وتنجموا تشوفوا كتاب رشيد خشنه حسين بن عمار وحل المشروع الاصلاحي، وتشوفوا المقالات اللي تكتبت في الوقت ذاك اللي فيها المساله النقديه وفيها نقد لسياسات النظام لقمع الحريات زاده ونقل لمحاكمه عاشور. والحقيقه معناها قيمه المقالات الموجوده في شريط الراي ومساحه الحريه اللي كانت موجوده معناها يتساءل عنها وتساءلنا عنها كيفاش بورقيبه سمح بها. الى وصولا الى بن علي رجع شريط الراي، لكن ما دامتش برشا هذول الفتره، ما رجعتش للاسف. اما ما رجعتش خوي لكم أو شو اللي صار؟ قالوا مش ضروري نرجعوا، أنا وقتها ما عادش وليت رئيس تحرير الموقف. لكن زملائي وحسيب شافوا أنه في الوضع الجديد متاع بن علي متاع التغيير المبارك كما كان يسميه، يعني كيف سيكون التعامل مع جريدة الرأي اللي هي مواصلة على نسقها ونفسها النقدي. فقالوا لذلك نعمل عدد مش إيفينمونسيال، مش يتكلم على أحداث، لأن الأحداث موجودة في الجرائد وكالات الأنباء وكذا، عدد ممتاز، عدد ممتاز فيه تحاليل ومقالات. تحاليل ومقالات هذيك قرئت لابن علي لأنه هو ما يقراش وحده يظهر لي، فاغتاظ جدا من مقال فيهم عنوانه نشاز يوم زيد، كتبته نزيهة رجيبة، الأستاذة نزيهة رجيبة، وقالت فيه من بين مقالت أنه إحنا السنة من خلال صدور هذا العدد من الرأي وهذا المقال في هذا العدد سنعرف أنه ثم تغيير ولا ما ثمش تغيير. وفعلا كانت امتحان للسلطة الجديدة، لأنها أظن المقال موجود في الكتاب. شو اللي غشش فيه هذا المقال نزيه رجيبة حتى تقبل الرأي وتنتهي؟ هي انتقدت ما كان موجود في تحت النظام السابق وتقول اللي غدوة إن شاء الله ما يكونش عنا كما هكا، واستعرضت عدة مظاهر سلبية طبعا وجديرة بالنقد، مع استعمال اللغة العربية بطريقة ذكية وحلوة، يعني
هذا كل خلاهم ربما يغضبون الجماعة اللي حول بن علي، وبسهولة تامة يقولوا هذا يكتبوا ضدك من توا ما بعدش باش يكتبوا. فتقرر أنه وكانوا هما حاولوا ينحيوا المقال نتاعهم زياد ويخليوه، وهذا اش قالوا في المفاوضة أو المساومة سماها كما تحب. لما أصر حسيب على أنه ما يتغير حتى حرف من العدد، والعدد إما يقبل كاملا أو يرفض كاملا، قرروا هما رفضوا، والرأي ماتت في تلك الحادثة مع بن علي. مع بن علي يعني بديتوا تعرفوا أنه مع بن علي شنو باش تعانيوا مع حرية الأعلام. كانت أنسيني أنونسور، كانت شيء مخبر مسبقا وين ماشيين في بيت ظلام نتاع الأعلام. ياما حسيب بعد هذا معناها مش عينه بن علي عضو في المجلس الدستوري، ما اعتقد ما عادش نذكر عينه عين بعد هو ما مش مش بعد ما سمي بالعدوان على جريده الراي، مش حسيب بن عمار او تم تعيينه عضو في المجلس الدستوري اللي بعثه بن علي بعد الانقلاب كمجلس استشاري. نجم الانسان يتفق معها ويختلف معها. كيف هذا اللي هذا الرجل اللي انت تعتبره معناها مؤسس الصحافه المستقله انه يقبل يكون كومبارس في المجلس الدستوري نتاع بن علي؟ ما يحبش الصدام، هو رجل من طبيعته معناها رجل مسالم، فتصور لما طلب منه ذلك تخل معهم في المجلس الدستوري، ولكن بالتأكيد يكون خرج في وقت مبكر. ما عنديش تساؤلات حول معناها شخصية صنعت إلى حد ما مجد الصحافة المستقلة من خلال مثال جريدة الرأي، ثم يقبل يكون عنده هذا الدور في عهد بن علي اللي هو نفسه تلو جريدة الرأي معناها اللي كانت تجمع كل الناس. والله ايش باش نقول لك، كلام فيه وجهه، اي فيه نقد في وجهه كلامك، لكن كما قلت لك حسيب يعطي الاولويه دائما لانه يتحاور مع الانسان، يقول لك ربما في الاطار هذاك قادر نكون قادر باش نغير. وصار مثل اللجنه اللي هو فيها هذه المجلس، صار لجنه اخرى على راسها رشيد ادريس وبعض اثنين او ثلاثه من الشخصيات السياسيه من الدوله، صارت حوارات مع المعارضه على اساس انه بعد 7 نوفمبر خاصه بعد انتخابات 91 نحاول نصلحوا مع بعضنا ونشوفوا شنو الاجراءات الممكنه. انا مستعدين نفرغوا 40 مقعد في البرلمان وتشغلهم المعارضه الى اخره. معنا كان ثم بحث عن نوع من المصالحه. هذه ربما اللي خلات حسيب يقبل بان يكون عضو في المجلس الدستوري في النهايه. نحن اما اللي نذكره، سمحني نذكره انا، انه كان عضو في الهيئه العليا لحقوق الانسان وزاد ايضا عينه في المجلس الدستوري اللي بعثوا بن علي بعد عشنو نظرته ليها. في النهايه نحن تجربه مهمه جدا اللي حكينا عليها، تجربه صحيفه الراي اللي في فتره بورقيبه وفي فتره تحملها بورقيبه وربما خدمه النظام زاد سير شيد، ولا كونه انك تسمح وهو مش تسمح، حتى في الاخر هي حق معناها بصحافه مستقله تحكي وتنقد، يخدمك الى حد ما كنظام. فعلا يعني انا نعتبر هذا شيء طبيعي، لانه انت لازم تعطي ثمن مقابل الثمن الاخر، بقى الثمن اللي باش تعطيه ما يمسش من المبدا ومن الحريه ومن القيم. وهذا اللي صار، يعني التجربه نتاع الراي على امتدادها من 77 الى قداش 89 كانت مشرفه، ما كانش فيها حتى مره مقال او حاجه تخدم شخص معين تحت دعايه سياسيه أو دعاية إعلامية. يعني مسكت الخط متاعها ومشيت فيه على طول، وحتى حد ما أخذ عليه. هو تصرفاته والرابطة مثلا رفض باش يترأسها كما تكلمنا، يعني متعرفش عليه شنو المقياس متاعه في اتخاذ المواقف، ولكن نعرف دائما أن المنطلق متاعه محاولة التقريب. وهذا اللي عمله بعد أحداث قفصة، هو مشى زار بورقيبة في توزر ومعه الباجي ومعه راضي الحداد، وحاولوا يفسروا هذا أنه التسكير كما قاعد يصير يجيب منا كوارث كما هكا، ويزم تنفتح البلاد شوية ويزم كذا، وما غادي يجي تقبل إلى حد ما تقبل بعض التغييرات. في النهاية هو إضعاف حكم برقيبة كان من خلال تجارب كما تسكير جريدة الرأي أو كما حجب جريدة الرأي وكيف بناء، وأزمة مع الرابطة في ذلك الوقت أيضا. فأنك اليوم تقمع الصحافة وإلا ما تسمحش أنه للصحافة أن تتكلم بكل حرية، فهذا يساهم إلى حد ما في إضعاف موقفك كسلطة. أكيد. أي. أكيد. و
وللحديث بقي سي شرشيد يعطيك الصحة. طبعا أنت شكرا لك. نشكرك برشا أنك كنت ضيفي في واحد من الناس على شخصية كما حسين بن عمار، وندعوكم أنكم تشوفوا الكتاب زاد حسين بن عمار وحلم المشروع الإصلاحي، حتى يكون عندكم بعد آخر وربما نظرة أخرى لتجربة الصحافة وتجربة حسين بن عمار، لأنه مش كان الصحافة حكينا فيها، حتى تجربته في الحكم، تجربته في الحريات، في إنشاء مجلس الحريات. شكرا لك، إن شاء الله نتقابلوا في إن شاء الله مجموعة من الشخصيات الوطنية اللي ربما عليها كثير من الغبار نمضوا جزء منه من خلال العمل الصحفي اللي هو واجبنا وشرفنا. إن شاء الله. شكرا لك سيرشيد، يعطيك الصحة.